أنتم الآن تتابعون برنامج السعودية اليوم لمناقشة أهم القضايا المحلية. للتواصل مع القضية المطروحة اتصل على 02-616-1100 أو أرسل رسالة قصيرة على 847700 لمشتركي STC، 640660 لمشتركي موبايلي، أو 746262 لمشتركي زين. أعزائي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي الثانية بعد الظهر، موعدي معكم أنا منال الشريف عبر أثير ألف ألف إف إم من السبت إلى الأربعاء في برنامجكم السعودية اليوم، فأهلا بكم. الكثير من البضائع التي تدخل أسواقنا كل يوم، استعمالات مختلفة تبدأ من الأغذية والملابس مرورا بالأواني المنزلية وألعاب الأطفال، ولا تتوقف عند الأجهزة الكهربائية والسيارات وغيرها. ولكن ما مدى مطابقة هذه السلع للمواصفات والمقاييس الدولية؟ من يصنع هذه المقاييس ومن يراقبها؟ وهل صحيح أن الكثير من البضائع في أسواقنا يمنع دخولها للأسواق الأمريكية والأوروبية؟ موضوعنا اليوم أعزائي هي الجودة المفقودة في أسواقنا. أرحب بكم ومع ضيوفي الدكتور شكيل أحمد حبيب، جامعة الملك فيصل، كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة بجدة، وأستاذ الموارد البشرية والإدارة الاستراتيجية، ومعي أيضا الرجل الأعمال الأستاذ أحمد النجراني، المدير العام لشركة الجدار البلاتيني للمقاولات الحديثة. أرحب بكم. أهلا وسهلا. يا هلا بك. أبدأ بك دكتور شكيل، على أي أساس يتم تحديد مواصفات ومقاييس السلع التي تدخل بلادنا؟ يعني نحن نعرف أنها مسؤولية هيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، ولكن لماذا تختلف هذه المقاييس عن الأوروبية والأمريكية برأيك؟ في الحقيقة سؤال بالمرة مهم ويهم جميع الشرائح، سواء كانوا أطفال وسيدات ورجال، وهي من المواضيع اللي هي تعتبر المواضيع الشائكة، لأنها في الحقيقة تخص المستهلك. ونحن في لغة الإدارة نقول بأن المستهلك هو الملك، والمستهلك هو الشخص الذي يقرر بقاء واستمرار المنظمة أو الشركة التي يتعامل معها. وزي ما تفضلت يا أستاذة منال، هي في الحقيقة ليست فقط نتكلم عن موضوع الجودة والمقاييس في موضوع المنتجات، نحن نتحدث أيضا عن موضوع الجودة والمقاييس المحددة أيضا في القطاع الخدمي والخدمات، أيضا نفس الشيء. وكثير من الشركات والمؤسسات التي تقدم خدماتها كالتدريب والخدمات البنكية أيضا يجب أن تخضع لكثير من المعايير والأسس ذات الجودة. الشيء الجميل في الحقيقة الآن اللي هي الهيئة العامة للمواصفات السعودية أضافت مؤخرا عام 1430 إلى اسمها، وصدر بها قرار مرسوم بأنها تكون الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. والجودة ببساطة شديدة جدا هي فعل الشيء الصحيح بالطريقة الصحيحة، نعم، من أول مرة. بمعنى أنه ما لا يجب ولا ينبغي أنه نحن نجرب في المستهلك حتى نصل إلى مرحلة عملية الإتقان. فعودة إلى سؤالك، في الحقيقة أنه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس هي التي تضع المواصفات والوثائق الاشتراطات سواء في الخدمات أو السلع التي ينبغي أن تدخل بلادنا يعني. وهي ينبغي ويفترض أنها تكون من أعلى المواصفات، وهي فعلا من أعلى المواصفات. تأتي النقطة الثانية التي ممكن سوف نتحدث عنها في أثناء هذا اللقاء، ما مدى تطبيقها بالطريقة وما مدى المحافظة عليها، وأهم حاجة فيها في الحقيقة اللي هي عملية التحسين والتطوير المستمر. نعم، أعتقد أنه جميعنا نتفق معك دكتور شكيل. معنا اتصال من الأستاذ خالد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا ومرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله. حب وسلم عليك، كيف حالكم؟ طيبين؟ طيبين بخير، شكرا جزيلا. أتحول لك، ننتقل لك أستاذ أحمد النجراني. أستاذ أحمد، تعقيبك على ما ذكره الدكتور شكيل، ولماذا تبدو المقاييس الأوروبية والأمريكية أكثر صرامة، حتى أنهم لا يسمحون بدخول بعض المنتجات التي يحملها المسافرون معهم في المطارات؟
طبعا احنا نتكلم عن المنتجات اللي تدخل البلدان الأوروبية والأمريكية. طبعا هذه البلدان لها معايير عالية جدا في المواصفات والمقاييس، يعني الكل يعرف انه في منتجات تصنع خارج أمريكا لا تدخل أمريكا وهي لشركات أمريكية ولكن تدخل الأسواق الخليجية. طبعا لكل دولة لها معيار معين في المواصفات والمقاييس، وأعتقد أن المواصفات الأوروبية والأمريكية تعتبر من أعلى المواصفات، لكن أرضه ترجع لطبيعة الأوضاع البلدي، بمعنى أنه الأجواء عندنا، الاقتصاديات البلدان في دول الشرق الأوسط تختلف. هذه تأخذ في عين الاعتبار، أنه الأجواء، الأوضاع الصحية، نسبة السكانية، الوعي أيضا في المجتمع هنا يلعب دور. طبعا في الغرب دائما يركزوا على انه الحكومه هي من تدير المنتجات، في بعض الدول السوق مفتوح، يعني احنا نقول ان هذا المنتج تابع المواصفات والمقاييس ولكن بدون اشتراطات معينه، وهنا للاسف انه لا يعي المستهلك حقيقه ماذا تعني خاتم او شعار هيئه المواصفات والمقاييس. نعم، شكرا لك استاذ. معنا اتصال من الاستاذ سند عفيف. مرحبا بك استاذ سند. حياك الله استاذة. اهلا استاذ سند من مدينة عفيف، اهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك استاذة. يا هلا وبيك ومرحبا، ماذا تحب ان تشارك؟ حقيقة استاذة الله يعطيك العافية بخصوص المواد المسرطنة والبرنامج اللي انت ذاكرة فيه، احيانا تحصلين حليب مثلا الاطفال بالاضافة الى المواد مثلا الاجبان الاشياء اللي تلقينا احيانا مسرطنة ولها فترة مثلا سنة وسنتين خربانة ولا حد داري عن الشيء ذا، بدأت في المحلات. نعم، يعني عدم وجود مراقبة مثلا من سواء من البلدية أو من حية الحماية المستهلكة، وخاصة يعني في يعني عدم وجود رقابة مثلا من البلدية ورقابة طبية على الأشياء اللي بالنسبة للمستهلك. أستاذ سند، يعني بناء على ماذا تذكر، يعني هل أنت حضرتك مررت بتجربة أو تجربة يعني من حواليك أنه ممكن أنه أصيبوا بشيء من ذلك؟ كثير، أحيانا الواحد يأخذ مثلا من المحلات المعلبات دي، أحيانا تحصلينها منتهى من سنة أو سنتين. نعم، ولا رقابة ولا عليها. ما سبق انكم قدمتوا شكوى لأي جهة من الجهات، وزارة التجارة، هيئة الغذاء والدواء؟ والله ما حقيقة بالذات المحافظات الصغيرة دي ما فيها لا هيئة غذاء ودواء ولا حماية مستهلك ولا إلا البلدية وإجراءات روتينية، يعني ايش بيسووا له. شكرا لك أستاذ سند من مدينة عفيف. أعود لك دكتور شكيل، ولكن لدينا رسالة من الأخ وافي يقول فيها: أشكرك أختي منال على موضوع اليوم، كل ما ذكرتي ممتاز، ولكن المشكلة الكبرى أنه هيئة الغذاء والدواء بعدما يبدأ المواطن باستخدام السلعة بعد نزولها للأسواق لمدة سنة تطلع علينا وتقول ويقولون أن هذه المادة مسرطنة أو حليب الأطفال به مواد سام سليمونيلا، بعد استخدامه لمدة سنة، أين هيئة الدواء والغذاء من هذا المنتج عند دخوله للمملكة، ومن سمح له بالفسح، وكم عدد المعامل التي على حدود المملكة لأخذ عينات، وهل هي لكل عينة أن تأخذ عينات من أي منتج يدخل للمملكة، وما هي الطريقة التي يتعامل بها مصلحة الجمارك لفسح البضائع بعد وصولها نتيجة المعمل، أو يسمح للبضائع ولا ينتظرون النتيجة؟ أسئلة أتمنى أن أجد إجابة من خلال حلقتكم. شكرا لك أخ وافي. أعود لك دكتور شكيل، ولكن داهمنا فاصل. أعزائي المستمعين والمستمعات، نحن نناقش قضية الجودة المفقودة في أسواقنا. فاصل قصير فابقوا معنا. طول المشوار اسمعنا على ألف ألف أف أم. على كيف كيفك بتقارني بغيري، تربط الناس بمصيري، عندك شخصيتك اني ماني مثل غيري.
ألف ألف أف أم. اعتقادات تخلق ورغبات مخفية، حديث النفس وتفسيره، قصص خالية من المعنى أو المنطق، رموز أماكن وأزمنة، وكل شيء له تفسير. برنامج منامات مع الشيخ الدكتور يوسف الحارثي من الثالثة إلى الرابعة مساء من السبت إلى الثلاثاء على ألف ألف أف أم. ألف أف أم الموجة السعودية. أنتم الآن تتابعون برنامج السعودية اليوم لمناقشة أهم القضايا المحلية. للتواصل مع القضية المطروحة اتصل على 02-616-1100 أو أرسل رسالة قصيرة على 847700 لمشتركي STC، 640660 لمشتركي موبايلي، أو 746262 لمشتركي زين. أعزائي المستمعين والمستمعات، نعود معكم مرة أخرى في برنامجكم السعودية اليوم، وقضيتنا عن الجودة المفقودة في أسواقنا. ونذكر أخواننا وأخواتنا بأرقام البرنامج على رسائل SMS شركة الاتصالات 847700 وشركة موبايلي 640660 وشركة زين 746262، تليفون البرنامج 02-616-1100. أعود لك دكتور شكيل بالنسبة للأسئلة التي تم طرحها من الأخ سند والأخ وافي. إضافة أتمنى أن تعطينا يعني فوكس أو نظرة ثاقبة لوضع السوق والمستهلك الآن. في الحقيقة الأستاذ سند كان بيثير نقطة جدا مهمة اللي هي ما يتعلق بموضوع المواد المسرطنة. تلعب فيها أدوار كثيرة جدا. أنا يعني قد يعني لا أتفق معه في هذه الناحية، إنه صلاحية العبوة ولا المنتج إنه قد تؤدي إلى سرطان أو لا سمح الله الإصابة بالسرطان. لكن اللي بيحصل أحيانا إن عملية الفساد اللي فيها في هذه العبوة قد يؤدي إلى نوع من عمليات الصحية والآثار الصحية المختلفة. لكن أكد على نقطة مهمة جدا، هي اللي هي عملية الشائعات. يعني أرجو أن لا يعني تخضع مجتمعاتنا وبيئتنا لموضوع الشائعات. والشائعات بدأت بطريقة يعني جدا أحيانا أعتبرها مضللة، وأحيانا مع انتشار الإنترنت والوسائل المختلفة للتواصل الاجتماعي عن طريق الفيسبوك والتويتر، صار في كثير من عملية طرح الشائعات. وحتى بعض الشركات للأسف الشديد تقوم بطرح شائعات وتفتعل شائعات عن منتجات أخرى منافسة من أجل يعني تحطيمها أو الحصول على حصة سوقية. وهذه مهمة جدا هنا نؤكد عليها، أنه ينبغي على رجال الأعمال أن يلتزموا بأخلاقيات المهنة وأخلاقيات العمل وأخلاقيات البزنس. لأنه الالتزام، إذا التزمنا يعني كرجال أعمال بموضوع الأخلاقيات في التعامل مع المستهلك، والمستهلك في الأخير هو ابن بلدنا وبنت بلدنا، وحتى التاجر هو مستهلك. بالضبط. نعم، يعني لتاجر آخر. بالضبط، هو نفسه بالضبط بيستهلك في الأخير هذه المواد. يعني فينبغي أن يكون لديه نوع من الحس والوعي الكبير جدا، لأنه يمكن يعني إحدى المداخلات اللي كانت بالأخ اللي كان بيسأل عن طريق الرسالة اللي أرسلت، إنه عملية التصنيع كيف تتم. فعلا يعني المنتجات الأوروبية والمنتجات الأمريكية كثير منها يصنع لدى الصين، ولكن يصنع في الصين بمواصفات مختلفة تماما عن البضائع الصينية اللي موجودة. نعم، ولكن للأسف الشديد أنه كثير من ما يدعى بالتجار لدينا، لأنه كثير نحن كانوا التجار في السابق عدد محدود جدا، ولديهم نوع من عملية الحس والوعي بأخلاقيات المهنة. لكن ظهر لدينا في الفترة الأخيرة مجموعة كبيرة جدا من تجار الشنطة والشباب اللي هم اتجهوا إلى الصين، وهذه يعني لمستها فعليا عن حالات واقعية، أنه يطلبوا من الجهات هذه يعني صنع ومواد
قد تكون ضارة أو مواد جدا رخيصة، الهدف الأخير هو فيها عملية جني الأرباح بطريقة سريعة جدا. نعم. فهنا يأتي الدور أنه يكون في عندنا نوع من المستهلك لديه، لأنه أحب أؤكد على نقطة مهمة جدا لك أنت يا مستهلك وأنت المستهلكة، أنه المستهلك اليوم ليس مستهلك الأمس، مستهلك اليوم صار الآن أكثر وعيا، أكثر تطورا، يقرأ، يتواصل، يدخل على الإنترنت، فلديه وسائل كثيرة جدا لعملية الاطلاع والمقارنة بين ما هو جيد وما هو رديء، وبالتالي لن يستطيع. وهناك عندنا مقولة في الإدارة إنه كل مستهلك غير راضي يتحدث إلى 9 إلى 13 مستهلكين ويسيء ويتحدث عن الشركة والمنظمة والسلعة هذه، وهو ممكن على المدى القصير لو كانت نظرتي قصيرة أنا أجني أرباح كثيرة، ولكن على المدى البعيد أنا في الحقيقة بأفقد كثير من المستهلكين والعملاء المرتقبين. وبالتالي كل ما ركزنا نحن على الاهتمام بالعميل وخدمات ما بعد البيع فإننا في الحقيقة نضمن مستهلكين مرتقبين آخرين يعني. نعم، شكرا لك دكتور شكيل. معنا الأستاذ نايف من الشرقية. السلام عليكم أخي نايف. السلام عليكم. يا هلا ومرحبا بك في برنامج السعودية اليوم. يا هلا ومرحبا، تفضل. أنا حييك وحيي ضيوفك. الله يسلمك. طبعا عندي عدة نقاط راح أطرحها أنا. تفضل. أول نقاط الآن برنامج حقك برنامج يعني من أروع البرامج عندنا، لكن اللي أنا أتساءل الآن هل البرنامج هذا أصداء والنقاشات والأسئلة توصل لأي مسؤول كل حلقة تتكلم عن الوزارة اللي تخصه؟ والله ليش الإحباط هذا؟ إن شاء الله نقول يعني هذا اللي نقدر. أتمنى احتمال أن بالفترة القادمة أن كل تتكلم عن أي وزارة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو خاصة أن يكون شخص يمثلها موجود يتواجد مع الجمهور. نعم. يعني إحنا نتناقش ونشوف أسئلة وأشياء مهمة ونناقش ناس تضروا من أشياء لكنها تروح نقاش مجرد نقاش. نعم. أنا أتمنى المرحلة الجاية أن يكون شخص يمثل الأشياء هذا. الشيء الثاني أنا أتكلم عن والله الجودة. نتمنى طبعاً إنه أنا أحمل هيئة الغذاء. أيوة أخي نايف، يعني نتمنى لحظة أخي نايف، يعني أتمنى أنا من المسؤولين أصحاب القطاعات والوزارات ها أن يتجاوبون مع الإعلام، وللأسف وأنت تعلم جيدا إنه الغالبية العظمى لا يريد التعامل، ولكن أريد أن أخبرك وأخبر الأخوان وضيوفي الكرام إنه ننوه إن المسؤولين اليوم في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس يتابعون هذه الحلقة، وخلال الحلقات المقبلة بإذن الله سيكون معنا معالي محافظ الهيئة أو أحد كبار المسؤولين فيها لمناقشة أي أفكار أو شكاوي أو اقتراحات سيتم طرحها اليوم، وستكون في حلقة كاملة أخرى نخصص لها هذا الموضوع. وأعدك والله نتمنى وأعدك أخي نايف المواضيع اللي زي هذه مما أتمنى تكون حلقة تمتد مدة أسبوع. نعم. يعني ما تكون مجرد حلقة في يوم أو يومين وتتوقف. والله اللي بنقدر احنا هنا بالسعودية وكلامك. نعم. احنا بسوي سرعة تجارب يعني. نعم. لما تجي عمالة من برا وتجي شركات منتجة لا عندها لا مقاييس ولا عندها أنظمة ولا قوانين وعمالة ما عندها أي شغل يجوا هنا ويعدلوا من هنا، والشركات توزع منتجاتها على عن طريق مندوب مبيعات المتجولين. نعم. في مندوبين الآن لا يمثل الشركة ولا هو على حساب الشركة ولا عنده دورات ولا تخصص، يمر كل شركة ويأخذ منتجات وبروشرات من عندهم ويمشي يوزع في السوق. وين الرقابة هذه؟ من المسؤول؟ يعني صرنا حنا تجارب. الدكتور الآن معك يقول لك الدول الأوروبية أعلى أنظمة وقوانين، ليش حنا أقل منهم؟ نعم. إحنا مسلمين، إحنا عندنا حلال وحرام، إحنا عندنا أعلى مقاييس من عندهم، إحنا عندنا قانون، عندنا مقاييس الدين، عندنا حلال وحرام. نعم. إحنا مغروب، هم اللي يستفيدوا منها، إحنا ما حنجلس. هذا أول شيء. ثاني شيء منتجات الصيني إحنا عارفينها مخلفات العالم. المستثمرين اللي عندنا هنا يجيبون يسموها في الصين خردوات. أنا أبغى الناس تسمع البضاعات اللي تجينا بالسعودية تسمى في الصين تصنف الدرجة الثالثة اللي هي خردوات. الدرجة الأولى الجودة العالية هذه تروح الدول الأوروبية. إحنا نستقبل الخردوات. أنا أجيب لك الآن، أنا أكلمك منطقة الشرقية، أنا وديك أخت منال والدكتور يسمع والناس يسمعون، في بضاعات تنباع في المحلات عندنا 15 ريال، أنا أجيب لك إياها بخمس ريال، خمسة ريال، شو فرق 10 ريال فرق ونفس المنتج. هذا يدل على إيش؟ لما في رقابة ولا في أحد يتكلم ولا في أي شيء، والاستخفاف بالمستهلك. 10 ريال أجيبك إياها أنا. نعم. وعندك بجدة. نعم. المحل بجدة، في فرع بجدة، أنا خليك تروح تقضي الأغراض منه 5 ريال
تحصليها في السوبركات والأسواق عندنا على 18 ريال. نعم. الفرق 13. الرسالة التي تريد أن تصل بها إلى المسؤولين من خلال البرنامج. الرسالة أنا أوصلها أول شيء أنا أتمنى الناس أنها تصحصح شوي. نعم. لا تتفاعل الناس. ثاني شيء أنا أحمل هيئة الغذاء حماية المستهلك. هيئة الغذاء ما شاء الله يعني كل أسبوع أسبوعين نقرأ إعلان تحذير ومنتجات. طيب طلع صورها. ليش ما تطلع صورها ليش؟ أنت بس تبرر موقفك وأنت خايف من المستثمر. نزل صور المنتجات، نزل صور الأدوية، مستحضرات تجميل. مو كل الناس تقرأ إنجليزي، مو كل الناس تعرف تتابع. ليش ما تعلم في الجرايد؟ نعم. ما تمسك، ليش ما تحرك، ليش ما تفاعل؟ نعم. يعني ما في نشوف أحد، مندوب البلديات ما نشوف. أنا أتصل على محلات وعلى بوفيهات وعلى مطاعم ما نشوف تجاوب ولا أي شيء. كل مجرد مستثمر مسؤول يجي على الكرسي سواء عندك أو في صحف يصرح أن إحنا عندنا مقاييس وعندنا وعندنا، ونحن بتقول أنه ما يعرف أي شيء. يعني وزارة لما تقول شنو عمل النمط وعمل وزارتك مهامكم والله ما أعرفها. هذا هو السبب عندنا. شكرا لك أخي نايف من المنطقة الشرقية. معنا أيضا اتصال من الأستاذ محمود من جدة. السلام عليكم أخي محمود. عليكم السلام. يا هلا ومرحبا أخي، تفضل. أهلا بك، ممكن أتكلم عن حاجة؟ تفضل، أنت على الهوى الآن. أقول لك شو اسمه، إحنا متوظفين في شركة. نعم. في شركة سعودية وجهة. وحاطين أغلبهم لبنانيين، يعني كلهم إداريين لبنانيين. إحنا معانا شهادات درسين ومتخصصين. نعم. يجي أي واحد لبناني يعطونه راتب دبل غير إحنا السعودي. نعم أخي، أخي محمود، إحنا نتكلم عن الجودة المفقودة في أسواقنا، نتكلم عن البضائع الموجودة في الأسواق من أغذية وملابس وألعاب أطفال وأجهزة كهربائية. إن شاء الله لاحقا نتكلم عن موضوع السعودة في المؤسسات والشركات. شكرا لك جدا. معنا أبو ماهر من مكة المكرمة. السلام عليكم أخي أبو ماهر. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا ومرحبا. البرنامج الحلو. الله يديكم العافية أخي، تفضل. وأضم صوت إلى المتصلين اللي قبلي، الصراحة نفس المشاكل يعني اللي حاصل معانا حاصل معاهم. نعم نعم أخي. يعني يريت يكون في حل سريع للأشياء. شكرا لك أخي أبو ماهر من مكة المكرمة. أعزائي المستمعين والمستمعات، دقائق وسيكون معنا الأستاذ ياسر الخولي رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة البيك للتشغيل والتسويق. دقائق أو ثواني وستكونون معنا، فاصل قصير فابقوا معنا. أنا الموجة السعودية، أنا ألف ألف أف أم. أنتم الآن تتابعون برنامج السعودية اليوم لمناقشة أهم القضايا المحلية. للتواصل مع القضية المطروحة اتصل على 02-616-1100 أو أرسل رسالة قصيرة على 84-7700 لمشتركي STC، 640-660 لمشتركي موبايلي، أو 746-2-62 لمشتركي زين. أعزائي المستمعين والمستمعات، نعود معكم مرة أخرى في برنامجكم السعودية اليوم وقضيتنا عن الجودة المفقودة في أسواقنا. وأذكر برقم البرنامج 02-616-1100. معنا الأستاذ ياسر الخولي الرئيس التنفيذي لشركة لبيك للتشغيل والتسويق. مرحبا بك أستاذ ياسر. أهلا وسهلا، يا مرحبا، أهلا بك وبالأخوة المستمعين. أكيد سمعت شيء بسيط من يعني اتصالات الأخوان، وسؤالي لك، هل يتم تحديد مواصفات تؤخذ في الحسبان يعني بالنسبة لتطبيق معايير الجودة العالية بالنسبة للبضائع الموجودة، أم هناك نقدر نقول إخفاق في يعني البحث عن جودة والتقييم بالنسبة للبضائع داخل المملكة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. عشان نوصل لهذا الموضوع خليني بس على عجالة كده أذكر ثلاثة أشياء سريعة. تفضل. مفهوم الاقتصاد الحر والسوق المفتوح للأسف الشديد مطبق عندنا في المملكة خطأ، إنه كل واحد يستطيع أن يعرض في السوق
ما يريد وبأي مستوى يريد، في حين أنه نلاقي أنه دول كثيرة من الدول المتقدمة عندها نفس السياسة السوق المفتوح، ولكن لها معايير ومقاييس للحد الأدنى أن تدخل البضائع للسوق وتصبح قابلة للتداول في السوق. أما إحنا كل مجتهد يستطيع أن يأتي بما يأتي ولدرجة يفتح محلات عندنا بأسعار متدنية واسمها ببلاش أو الرخيص أو ما إلى ذلك. صحيح أن هناك فئات من المجتمع تتطلب الأسعار الرخيصة، ولكن واجب علينا كأمة أن نحافظ على جودة هذا المجتمع بأنه ما نقدم له إلا ما يليق بكرامته أولا، نعم. ثم يليق بصحته وباستهلاكه العام. النقطة الثانية هو دور الدولة ودور المواطن. الدولة في عدة مستويات، كهيئة المقاييس، كهيئة الغذاء والدواء، كالجمارك، هي جهات باستثناء الجمارك هي جهات تشريعية، ويجب أن تكون مسؤولة عن التشريع وتقنين المستويات الجودة في كل نمط ومناحي الحياة، حتى ليست فقط في البضائع بل حتى في مستوى الشوارع، مستوى الممرات داخل الأسواق، مستوى التبريد في المساجد، مستوى كل شيء لازم يخضع إلى معايير محددة هي اللي بتكون البيئة حول الإنسان والمواطن السعودي. والجمارك هي المداخل لنوعيات البضاعة، فلا بد أن يزداد عليها العبء في تدقيق مستوى البضائع والسلع اللي داخله مع ما يتاح في البلد للمواطن، هل ينطبق إلى المواصفات والمقاييس ولا ما يتطابق مع المواصفات والمقاييس. أما دور المواطن، أو خلينا نقول إنه المشكلة تكمن في عدم وجود منظمات مجتمع مدني تحمي حقوق المواطن وتتفاعل في الاتصالات ما بين المواطنين وما بين رجال الأعمال ومن فوقهم الدولة كجهة تشريعية أولا، ثم كجهة رقابية وقضائية ثانيا للمخالفات الكبيرة في هذا المجال. فما نستطيع أن نطبق الجملة على مفهوم كامل ما لم يكون عندنا مجموعة من الحلقات، نعم. وهذه الحلقات تكون سلسلة هي تخدم حماية الوطن في مفهوم الجودة ومعاييرها، نعم. من أساليب المقاييس حتى رفاهية المواطن وكرامته البيئية. نعم، أشكرك جدا أستاذ ياسر الخولي، الرئيس التنفيذي لشركة لبيك للتشغيل والتسويق ورجل الأعمال. شكرا جزيلا لمشاركتك برنامج السعودية اليوم. في الحقيقة لدينا العديد من الاتصالات، نبدأ مع الأستاذ عبد الله من جدة. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ عبد الله. متصل آخر، السلام عليكم. ألو. أيوة، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، يا أهلا ومرحبا، ممكن نتعرف عليك؟ أخوك خالد من مكة. أهلا بك أخي خالد، تفضل. أولا نحييكم وحي ضيوفك وأبارك البرنامج يديكم العافية الميزة. الله يديكم العافية، تفضل أخي. الله يبارك فيك. ثانيا أنا لاحظت بعض الشركات تستغل ضعف الشباب السعودي وحاجتهم للتوظيف في استغلالها لترويج بضائعها يعني القليلة الجودة. نعم. أنا ودي
أسمي، لكن أنت ممكن لا ممنوع تسمي إذا تكرمت، لكن بإمكانك بإمكانك أن تصنف يعني هذه الشركة ماذا تبيع، يعني ماذا ما هي يعني أنشطتها؟ تبيع الأشمغة ولا ملابس رجالية وموضوع عام اشتهر بالمملكة يعني نعم موضوع نار على العالم. استغلوا الشباب السعودي وضعهم لترويج بضائعهم القليلة الجودة جدا يعني. نعم نعم أنا هذا اللي حبيت أنوه عليه، وأودي إنه الجهات الحكومية تنتبه لهذا الأمر يعني. نعم شكرا لك أخي أخي من مكة المكرمة. معنا الأستاذ أبو نوف من المدينة المنورة، مرحبا بك أبو نوف. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا ومرحبا بك، تفضل. الأخت منال الشريف. نعم أنت على الهواء الآن، تفضل أخي. أي نعم يا أختي، أنا ودي أتكلم في علامة الجودة. تبي تتكلم من جودة ولا من غلاء الأسعار؟ نتكلم عن الجودة المفقودة في أسواقنا يعني بصفة عامة، يعني البضائع اللي موجودة في السوق مدى جودتها. البضائع اللي موجودة في السوق للأسف في بضائع موجودة في نفسها بالحراج نفس الجودة ونفس ما تعرف الأصلي من التجاري في المحلات، نفس اللي بالحراج التعبان اللي بالشمس الخرابات. نعم في كثيرة حاجات نعاني منها نحصلها نفسها في الحراج ونفس الجودة، بس السعر غير. إذا كان بريال هو هناك بعشرة في المحلات، نفس الجودة ونفس الكلام ونفس التاريخ مثلا. اي نفسها. وانا اتصلت على بعض الشركات وقلت لهم في منتجاتكم كذا وكذا في المكان الفلاني، وما ادري هم ما يجيبون علامتهم علامة الجودة، هم من تحت الشركة نفسها هم يقولوا اذا باقي لها مثلا على مثلا على الحاجة المستخدمة هذه باقي لها شهر شهرين على انتهائها يدفونها باي شيء. نعم شكرا لك. نعم شكرا لك أبو نوف من المدينة المنورة. معنا الأستاذ فهد من جدة. السلام عليكم أخي فهد. السلام عليكم، مساء الخير. يا هلا، مساء النور والسرور، تفضل أخي. العافية أختي. الله يعافيك، تفضل أخي. أختي ليش أنا اسمحي لي بس يعني أنا بحكم درجة تبعية يعني عن إدارة الجودة، فالملاحظ يعني أن الجهات يعني متعددة تحمل المسؤولية هذه يعني معي أختي؟ معاك تفضل. فبتقول على في جهات يعني متعدد تحمل المسؤولية يعني سواء مثل أي جهات حماية المستهلك، سواء وزارة التجارة، سواء الجمارك، يعني كل من دخل البضائع هذه البضائع المقلدة يعني بتحمل جزء من المسؤولية يعني بالنسبة والجزء الأكبر صراحة يعني أنا أحطها بالنسبة لي من وجهة نظر الشخصية بحكم دراستي يعني أحطها على هيئة الأمر بالمعروف يعني بحكم أنه كان وظيفتهم الأساسية بالنسبة يعني من عهد أبو الشريف كانت وظيفتهم الأساسية أنه مراقبة الأسواق ومراقبة الغش والأشياء هذه، فاللي يحدث يعني صراحة في الأسواق يعني شيء يعني لا يرضي ولا يعقل. يعني أنا أسافر أو يعني أجلس في أي دولة خارجية ما عمر أحد كان قال تبغى تقليد تبغى أصلي. نعم في أي شيء يعني سواء في الملابس قطع غيار السيارات، خاصة قطع غيار السيارات يعني بالنقطة دي أتمنى أن أنت تركزوا عليها مسألة حياة وموت. نعم لما أجي أخذ شيء تقليد بقيمته 100 ريال تقريبا وأخذ شيء أصلي أو الأصلي بألف ريال، أنا كمواطن يعني كدخل محدود أو دخل معين أو كحاجة المادة دي، الفرق الكبير يعني ما بين مسألة الشيء الغير الأصلي والشيء الأصلي إنه بيكون في فرق 900 ريال تقريبا. لا أنا بقول بأخذ الشيء الرخيص يعني. شكرا لك. أنا تضحي يعني على أرواح الناس وعلى ذا. يديك العافية أستاذ فهد. المسؤولية أنا أشوف يتحملها يعني جهات يعني جهات عدة. شكرا لك. تبدأ من الأساس. نعم. اللي سمحت بدخوله بالجمارك يعني المفروض بالجمارك إنه يكون في تجديد. يعني شديد جدا انه ما تدخل اي بضاعه مقلده. اشكرك جدا اخي فهد من جده. معنا المهندس محمد من المنطقه الشرقيه الخبر، مرحبا بك اخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليك اختي منال وعلى المستمعين. يا هلا بك استاذ محمد، تفضل. انا الموضوع بس انا ما راح اناقشكم بالموضوع بالكامل، انا بس قصه بسيطه وابغى الكل يعني يحكم عليها. تفضل. انا صاحب لي قبل سنتين صديق عزيز بالنسبه لي اشترى سياره، اوكي انتم ما تبون تعرفون بالشركات بس اوكي يعني الشعب كله عارف. كان دي 2009. كانت السيارة جديدة مطلعها من الوكالة، الولد جاته بعثة ماجستير في ولاية في امريكا. هو حب انه ما يخسر قيمة السيارة فارسلها لامريكا. نعم. فلما استقبلها هناك دخل الهيئة المقيس في امريكا عشان تبدأ يركبون عليها اللوحات ويستخدمها طبيعي هناك بعد ما ارسلها بالبحر. فهيئة المقايس عندهم هناك عطوه ورقة تثبت أنه السيارة عليها 23 مخالفة في الصنع، والسيارة أصلاً ما مشي فيها ولا يمكن 1000 كيلو،
وهي تنباع عندنا هنا في السعودية. يعني اليوم حنا قدرنا نحدد سبب انه الحوادث عندنا لما تصير السيارات عرفنا الحين وش السبب ليش تنقسم قسمين او تنفصل بالنص. تخيل يقولون انه ثقل الحديد الشاسيه اللي موجود بالسيارة يساوي ثلث اللي موجود بأمريكا، رغم ان السيارة هي نفسها كاملة سعودية وكاملة أمريكية وكلها متصنعة في اليابان. نعم. فيمكن يعني هذا أكبر سؤال يمكن بوجهه لهيئة المقاييس، وإذا يبغون أي إثباتات الأوراق عندي موجودة، أنا أبغى منهم يعني رد على الجواب. اليوم أنا لما أجيب سيارة من اليابان أو من أستراليا تقريبا تصنع هنا، لما تروح لأمريكا وتجينا هنا وفي فرق 23 مخالفة، معناها أنهم مستهترين هنا. نعم. يعني فينا حنا كمستهترين. أشكرك جدا أخي محمد على الحقيقة قصة يعني لم نتوقعها أبدا. أشكرك جدا على مشاركتك معنا، معنا من الأستاذ عيسى الرشيدي من القصيم. مرحبا بك أستاذ عيسى. اهلا اختي، شلونكم؟ طيبين. يا هلا بك، اهلا وسهلا بك اخي، تفضل. على البرنامج هذا وانا اشجعك، ولكن صراحه احنا الشعب ننصدم ان لما ندافع عن الحاجات هذه ان لا يؤخذ براينا، وربما تقلب القصه علينا، وربما نقع بنفسنا بمشاكل لا حصر لها. عندنا احنا دائما تطلع مقاطع بلوتوث لمنتجات يعني فيها براغيث، منتجات ما صفيت، ومع هذا ما فيه ولا دائره تحرك. أنا نفسي قبل أسبوع راصد مخالفة مصورها بالجوال، والله العظيم من اسم الشرطة يقول لي على إيش المخالفة. إذا ما مسحت المخالفة وانتشرت راح نحاسبك عليها لأنها تشويه سمعة. يعني هل توصف لنا إيش هي المخالفة بالضبط؟ المخالفة راح أحكيها ولا فيها أي إشكالية، لأن أنا توني طالع من قسم الشرطة الآن. المخالفة أني رصدت سيارة ملزمة أنها بتأمين النظام وتبع شركة، فجأة تجاوزتني بعد 10 دقائق متجاوزة السرعة القانونية. نعم. أنا رصدت هذه أدى الاحتمالات، رصدت تمسكوني ليش تصورها؟ طيب يا أخي وشون أثبت لك أن هذا الشخص اللي يمشي النظام حايس النظام؟ نعم. فالآن أنا طالع من قسم الشرطة بتهديد أنه إذا طلع المقطع أو انتشر أنت المسؤول، لأن تشويه سمعة الجهاز اللي يتابع له. نعم. الدول الثانية عندك مثلا، وإنت نشرتها عبر ألف ألف، أتحدى تاجر يدخل سلعة يغش لأنه يعرف العقوبة اللي تحت تجيه. نعم أخي عيسى، يدخل ويمشي ومشي حالك. شكرا لك أخي عيسى الرشيدي من القصيم، شكرا جزيلا. معنا الأستاذ مشاري من مكة المكرمة. مرحبا بك أخي مشاري. اي مرحبا استاذ منال. يا هلا بيك، اهلا وسهلا بيك، احييك على برنامجك الجميل هذا، وشكرا لك على المواضيع اللي تطرحيها جدا كثير. انا بس عندي شغله واحده بالنسبه للسيارات اللي تجي عندنا هنا في السعوديه. نعم. السيارات عندنا بتروح برا لا تستخدم برا غير مؤمنه وبتجنب على جنب، غير امن قيادتها. نعم، هذا هو اللي عندي. نعم، شكرا لك اخي مشاري. معنا اتصال من الاخ موسى الشريف. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا اهلا ومرحبا. انا ما ودي اطول بس ودي كلمتين اقولها. تفضل. المملكه للاسف تحولت الى اكبر مكان نفايات في العالم لما تنتجه الصين من مواد رديئه. نعم، هذا الكلام اللي ودي. شكرا لك اخي موسى. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. فقدنا الاتصال. اعود لك استاذنا، يعني ابطينا عليك جدا. تعليقك استاذ احمد على ما ذكره الاخوان. طبعا بصراحه يعني احنا لا نحمل كل شيء على جهاز الدوله، يعني لابد ان يكون المجتمع واعي نوعا ما. طبعا اكيد نحتاج حملات توعويه في للمنتجات ومن الجهات الرقابيه للمنتجات، بمعنى انه مثلا حليب او ادوات طبيه هناك هيئه الغذاء والدواء، مواصفات معينه هناك هيئه المواصفات والمقاييس، اشياء تخص كل جهه لها مرجعيه. فاحنا ما نستطيع انه نحمل الجهاز واحد في الدولة، سواء مصلحة الجمارك أو وزارة التجارة أو حماية المستهلك. لكن أولا وأخيرا أنا في إشاعات بصراحة تطلع، إحنا بنشوف صور ما أدري هل هي مركبة أم هل هي صحيحة، عن منتجات إنها مسرطنة أو خطيرة أو أو أو. المشكلة إن هذه الشركات يعني لها اسم وقع كبير وشركات موجودة في السوق. يعني أنا أتمنى إنه المستهلك لا يأخذ في هذه الأمور ويتأكد إنه مصدر المعلومة، ويتأكد أيضا أنه لابد أن يكون في مرجعية للمعلومة. يعني هل هذا المنتج فعلا ممنوع، مثلا منتج طبي، هل فعلا هيئة الغذاء والدواء لا تسمح فيه،
أم أنه بس ترويج؟ لأنه فعلا زي ما قال الدكتور هناك تجار للأسف يضرب الخصم بالخصم أو يحاول أنه يضرب خصمه في السوق أساس طريقة للأسف غير تنافسية. ولكن أيضا أرجع أقول أنه المستهلك والوعي نحو المستهلك، يعني المستهلك اللي تكلمنا من عفيف وتكلم عن منتجات منتهية الصلاحية، طيب أنت عندك منتج واضح في تاريخ الإكسباير ديت، أنت طالع للمنتج شوف هل هذا المنتج مرخص من هيئة الغذاء والدواء، هل عليه علامة جودة، هذه كلها شهادات يعني تدعم المنتج. كمان أستاذ أحمد يعني معلي أنا أسفة أني قاطعتك، إنه بعض يعني للأسف بعض التجار أو بعض المؤسسات والشركات بيكون المنتج منتهي الصلاحية ولكن بيحطوا ستامز عليه أو بيغيروا الأرقام اللي موجودة ويستحدثوها بستيكر جديد، وبالتالي المستهلك ما يكون يعرف. أنا معك، هذه مخالفة نظامية وما فيها أي شك، وما يعرف المستهلك إنه يكتشفها كيف. يعني هذه هنا احنا نتكلم على مخالفات قد تحدث نعم، لكن المستهلك لابد انه لا يجد منتج موجود على الرف وياخذ ويجي ماشي، لا نعم. لابد ان تقرا انت زي اي دواء تقرا احتياطات التحذيرات الجانبيه نحو استهلاك هذا الدواء. اي منتج له تاريخ انتهاء، حتى المياه المعدنيه لها تاريخ انتهاء استهلاكها لها، يعني في معلومات دائما توجد في كل المنتجات حول من يستهلكها وكم عمرها الاستخدامي وتاريخها بعد الفتح، فهذه لابد ان المجتمع يعي المنتجات هذه. نعم. انا اتكلم من هذه الناحيه، لكن يعني لا احنا برضو لا يعني لا نبرئ صحه الجهات. نعم. التشريعيه، ولكن انا برضو احط اللوم على المستهلك 50% على المستهلك بالضبط. نعم. انا نتفق معك تماما، واعتقد الدكتور شكيل نفس الطريقه. معنا العديد من الاتصالات. السلام عليكم. لابد ان المجتمع يعي. السلام عليكم اخي، تفضل. بدر من الرياض. يا هلا بيك أخي بدر، تفضل. أبي أشارك أنت على الهواء الآن أخي بدر. ألو ألو، مرحبا. ألو، فقدنا الاتصال مع الأخ بدر. مرحبا، يلا أعطيك العافية. الله يعافيك أخي، تفضل. أي أنا عندي برنامجكم شيق الصراحة، تشكرون عليه. الله يسلمك. عندي ملاحظة من الموضوع هذا، أنا لاحظ في الأحياء وذا منتشر السيارات هذه الحافلات الصغيرة اللي تلف على المحلات التجارية، يعني زي البقائل كذا بقالات وزي المحلات الأجهزة الإلكترونية وذا، هذا نشوفها مؤسسات بدون تصريح من وزارة التجارة بدون شيء، تبيع على المحلات وكل أشياء مغشوشة. نعم. أنا استغرب على الجهات المختصة زي وزارة التجارة وزي الجوازات زي الأشياء هذه، يعني تركتهم يسرحون ويسوون زي ما يبغون، ما حد تكلمهم، ونشوفهم أمام كل ما أي واحد ساكن في حي جنب بقالة أو معرض أو أي شيء يشوفه قدامه، ينزل قدام البضاعة ويجي ماشي. ما احنا عارفين هي رسمية ولا تكون من السوق المغشوشة ولا شيء، ما احنا عارفين بالضبط. يا ريت الدكتور يعلقنا عليه. السلام. شكرا لك أخي، شكرا لك على مشاركتك معنا. الأخ وافي من تبوك، مرحبا بك أخي وافي. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا بيك. بخير اختي منال وعلى ضيوفك. يا هلا ومرحبا بيك اخي. قبل شوي ضيفك الكريم تكلم بالنسبه انه المواطن يتحمل 50%. نعم. طيب انا كيف اتحمل 50% واذا جاني حليب للاطفال واستخدموا اطفالي وكذا وبعد فتره جاياني رساله على الجوال يعني موثوق فيها انه في هذه سلمونيلا نعم. الحليب هذا حق الاطفال، طيب كيف دخل المنتج هذا؟ انا ايش دراني عنه يعني؟ نعم. هذا واحد. طيب كيف المنتجات السيئه كيف يسمحوا لها تدخل بالاساس تدخل الى المملكه العربيه السعوديه؟ لك اخي وافي يعني ليش ما تسوالها فحص؟ ليش ما يتسوى في المعامل بمجرد يعني في ما معامل تدخل ان يبلغ بها وان لا تدخل او لا تنفذ الى الاسواق. شكرا لك اخي وافي من تبوك. معنا الاستاذ عبد الله من جده، مرحبا بك. مرحبا بك اخي عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا ومرحبا. أستاذ منال، موضوع جدا مهم، والكواليتي كنترول ده من أهم الأشياء المطلوب، نحط له معايير واضحة ولكل شيء له معاييره. يعني أنا أديك مثلا لو تروح المطعم مثلا شهير على في جدة اللي فاتورتك ما شاء الله تطلع 700-800 ريال في جدة، شوية وتكتشفي أنت في نص العشرة وأنت تاكل الله كده شوية صرافير تطلع لك من تحت الصحون، هذه طبعا انت فين تحطيها؟ هذه ترى اي معايير هو، وعلى اي اساس مثلا هو تقيم المطعم وصاير 5 ستار، وعلى اي اساس هو مثلا قدم الطبق هذا ب100 ريال وفي المحلات العاديه بتقدم مثلا ب20 ريال.
هذه الأشياء أول شيء لازم تكون واضحة بالنسبة لنا إحنا كمستهلكين وكناس في المجتمع، واضحة للشخص اللي فاتح المستثمر. خلينا هيك عن إنه المنتجات اللي ما شاء الله داخل البلد، الأشياء اللي جاية من الصين تكب عندنا، تأخذ المنتج تبي تستخدمه تفتح العلبة والكرتون. ألو نعم معك نسمعك. تأخذي مثلا الغرب اللي اشتريتيه وتفتحتي بتستخدمي تلقيه غير صالح انك تستخدميه، ترجع للمحل يقول لك هو كده انا وصلني كده، انت اخذته بالطريقة، يعني ما في شيء انا مثلا والله او شيء واضح انه انا ارجع له. خلينا نمسك على المطعم انا صاير معي امس هذا، وانا في المطعم شوية وانا اكل في مطعم شهير في جدة تقدر تحطيه في صنف 5 ستار او اكثر كمان، يطلع لك صرصار من نفس هذا. ايش فهذه الطريقه انت يعني ايه اساس هو تحدد الاسعار، وعلى اي اساس هو اخذ سيرفيس 25%، وعلى اي اساس هو مثلا سمح له ويكون إيه لحظه استاذ عبد الله، هل المطعم هذا 5 ستارز متاكد؟ والله 5 ستارز نعم. اقول لك الفاتوره، اقول لك الاكل كان عباره عن اكلات شعبيه وفاتوره طلعت 700 وشويه من اربع اشخاص. نعم باين فقدنا الاتصال بالأستاذ عبد الله. معنا الأستاذ أبو داري من جدة. مرحبا بك أبو داري. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا ومرحبا أخي. كيف حالك؟ أهلا بك، أهلا وسهلا بك. ما أبغى أعقب على ضيفك الكريم هذا. نعم. اللي يقول إنه المواطن يستخدم، طيب إذا كان مواطن أمي مثلا كجدة وعمة وخالة ومن ذا لا يقرأ ولا يكتب مثلا. نعم. فكيف يعني يحدد انه 50% عشان ادمي لا ما عندي مثلا فرضا ما عندي عيار ما عندي شيء اخذك منتج فلان من البان او من الاجبان نعم من اي شيء ما يقدر يعنيات واخذ شيء ومش شرب وجال سم وجال شيء، فكيف استحمل المنتج صانوت نفس المنتجة هذه او الشركة هذه؟ لا يعني شيء في مطعم وجبات سريعة ضيفي كان يقصد يبيع اشياء بايتة. نعم يعني شاف الليل خليه شيء يبيع الساعة 11 مفتح يبيع لنا جديدة. نعم مين حاسب هذول العالم؟ نعم انا اقدر انا حجة الدجاج عارف انه هذه حكمت لحق اليوم. نعم اخي وصلت رسالتك، شكرا لك. معنا اتصال اخير من الاستاذ عبد الله من المدينه المنوره. مرحبا بك استاذ عبد الله. يا هلا بك استاذ عبد الله. ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، يا هلا ومرحبا. اختي منى تشكرون على هذا البرنامج الرائع. الله يديكم العافيه اخي، تفضل. الله يكرمك اختي منى. حقيقه انا كنت اسمع يعني المشاركين المداخلين الكل يتكلم بالنسبه لهذا البرنامج عن قضيه الجوده، فانا اقول الاساس في هذا الموضوع من اللي يحضر لنا هذه السلع؟ فانا اقول ان الواجب على قضيه رجال الاعمال اللي يحضرون هذه السلع اليوم دور كبير. احنا مستهلكين، احنا ما ندري يعني توجد تباع علينا السلع في الاسواق فكلنا يشتري، ما يعني ما عنده ذيك الدرايه بنوعيه هذه السلع. لكن بالنسبه للي يتاجر، احنا نعرف انه في الصين عندهم يعني اشياء رديئه، ولكن نعم. كذلك نعرف ان عندهم اشياء ممتازه جدا. نعم. فنقول الواجب على انه رجال الاعمال وهذه التجاره في هذا الباب ان يتقوا الله فينا كمستهلكين. نعم. فلا نجعل قضيه انه مثلا الدوله هي المسؤوله، او مثلا انه الانسان لازم يكون عنده قدره ودرايه، لكن احنا في بلد اسلام، فالواجب على كل مسلم ان يقوم بالامان اللي عليه. يديكم العافيه استاذ عبد الله من المدينه المنوره. أستاذ شكيل، اعترف محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس المهندس نبيل بن أمين ملا حسب ما ورد في صحيفة عكاظ بوجود بعض التجاوزات من العديد من التجار في إدخال مواد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس التي حددتها الهيئة لتكون صالحة للاستخدام الآدمي، خاصة بعض المصنوعات الصينية التي لوحظ عليها بعض الأمور غير مطابقة للمواصفات. وأكد الملا أهمية التزام كافة التجار بكافة المواصفات والمقاييس. يعني حنختم احنا حلقتنا لأنه داهمنا الوقت، أين يقع الخلل؟ التجار يبحثون عن الربح وأحيانا يجهلون هذه المسائل، هل دور الهيئة برأيك أن تكتفي بالمطالبة فقط؟ لا، في الحقيقة الهيئة عليها مسؤولية كبيرة، وهي الهيئة جزء من الحلقة الكبيرة. نعم. تبدأ بعملية الجمارك وتبدأ بعد كذلك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والآن أضافت الهيئة اسم الجودة، فينبغي أنها فعلا ترقى إلى مستوى أن تكون فعلا مكان مصداقية للمستهلك من ناحية الجودة. وأيضا جمعية حماية المستهلك أيضا ينبغي أن تلعب دور فاعل مهم جدا فيها.
للأسف الشديد أنا دخلت موقع الهيئة لم أجد رقم اتصال مجاني، لم أجد إيميل أو محدد للاتصال أو التواصل المباشر مع الهيئة. فأيضا هناك جهات حكومية أخرى، هناك في تصريح آخر، هناك ثغرات في الأنظمة، فينبغي أن نراجع الأنظمة هذه التي بها ثغرات حتى نحمي المستهلك. رسالة أخيرة أن يتقي الله التاجر فيما يقوم به، لأن كثير من التجار يلجؤون إلى عملية الجشع والربح السريع. أستاذ أحمد النجراني، بماذا تريد أن تختم هذه الحلقة؟ أول حاجة صراحة الدكتور وفى وكفى، لكن برضو أرجع وأقول لابد أنه الهيئة تقوم بواجبها نحو توعية المجتمع وحاول توعيته في شراء المنتجات التجارية. أشكرك أستاذ أحمد النجراني، رجل الأعمال والمدير العام لشركة الجدار البلاتيني للمقاولات الحديثة، وأشكر أيضا الدكتور شكيل أحمد حبيب من جامعة الملك فيصل كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة وبجدة، وأستاذ الموارد البشرية والإدارة الاستراتيجية، وأشكر مهندسة الصوت الزميلة ابتسام عزام. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية هذه الساعة التي حاولنا أن نأتيكم خلالها بالمعلومة ونحلل لكم الخبر ونضعكم في الصورة. محبتكم منال الشريف، تتمنى لكم أطيب الأوقات، في أمان الله وحفظه. على ذوقك طول اليوم على ألف ألف أف أم.